كل عام وأنتم بكل الخير. نشرة الأخبار من النهار اليوم، مرحبا بكم. تفقد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وعدد من الوزراء اليوم سير العمل بمشروع قناة السويس الجديدة. ناقش محلب خلال جولته مع مسؤولي المشروع تفاصيل عمل الحفر على الجاف والتكريك وجميع مراحل المشروع والإيرادات المتوقعة خلال السنوات العشر المقبلة. وأكد أن ما يدعو للفخر أن تصميم وتمويل وتنفيذ المشروع يتم بأياد مصرية. جيت النهاردة الحقيقة عشان أشترك مع أهلي وإخواتي العمال اللي بيكركوا النهاردة. عدد 6 كركات، بداية التكريك، بداية قوية جدا، تقريبا في 400 متر النهاردة من المشروع دخلنا فيهم فعلا تكريك. الخطة اللي موجودة مبشرة جدا، لأن عدد الكركات هيبقى عدد قياسي، وأنا أستطيع أن أقول أن هذا هو أكبر مشروع بينفذ في العالم في سواء تحريك التربة أو المجاري المائية. وانضم إلينا الآن للمزيد من المتابعة مراسلنا أحمد فضل. أحمد، هل لك أن تلخص لنا ما دار في جولة رئيس الوزراء اليوم؟ نعم، يعني انتهت الزيارة لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إلى مدينة الإسماعيلية لتفقد سيد العمل بمشروع قناة السويس، وأيضا لتهنئة العاملين بعيد الأضحى المبارك. بدأت زيارة دولة رئيس الوزراء باجتماع مغلق مع رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب نبيش، وأيضا محافظ الإسماعيلية ومدير أمن الإسماعيلية، لتفقد آخر ما وصلت إليه عن أحمد طارق ابن زياد لتفقد أعمال التكريك، وهي تطهير المياه من الطمي لزيادة العمق، حيث تقوم الكراكة في بداية عملها بالتكريك لعمق 3 أمتار، وتستهدف التطهير لعمق 24 مترا حتى تستطيع الحاويات الضخمة من العبور بالقناة. أيضا يتم رفع من 10 إلى 25 ألف أو عفوا 20 ألف متر مكعب يوميا من الطمي وسحبه عبر بواسير إلى خزانات تم يعني تخصيصها لهذا الطم. بعد ذلك انتقل رئيس الوزراء إلى كركة أيضا مشهور، وأيضا للوقوف على حجم المعدل اليومي المستهدف بالقناة الجديدة، وأيضا تأكد من استمرار العمل في المشروع على الوجه الأمثل. كان أيضا بجوار عمل الكركات كان هناك على الجانب الآخر ما يسمى بالحفر على الناشف لعملية توسيع رقعة القناة، حيث أكدت بعض المصادر لنا بالمشروع أنه حتى الآن تم رفع حوالي 58 مليون متر مكعب من الرمال في جميع قطاعات العمل بواسطة 67 شركة و17 ألف عامل وأربعة معدة. وانتهت بعدها زيارة رئيس الوزراء في البحث من العاملين على هذا المشروع بالمضي قدما، والعمل يعني ان يكون هناك العمل على قدم وساق للانتهاء في اقرب وقت ممكن من هذا المشروع. نعم، احمد فضل، شكرا لك.